باسمكم ارحب بناصر الهاجري وهو ناشط بيئي، ويعني موضوعنا شوي ممكن غريب لكن اليوم بابداح بيفصل فيه. مساك الله بالخير. يا مرحبا ومساء اخوي محمد، يسعد مباركه. الله يسلمك. الناس ممكن تستغرب انه يعني ليش تبتزرعون الصحراء يا جماعه، احنا تربتنا يعني فقيره وتحتاج كميه مياه، انزين خلوا يبقى الصحراء بروحها تزرع نفسها بنفسها، ليش اجتهاد البشر فيها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك اخوي محمد استضافتك لي وقناه المجلس. الشيء الثاني بالنسبه للنباتات البريه ليش نزرعها، اول شيء البيئه الكويتيه معروفه من زمان انها النباتات البريه موجوده فيها. نعم. وكل دولة لها بيئة ونباتات موجودة فيها. الكويت عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن، بالسنين اللي مضت كانت النباتات منتشرة بشكل كبير، ولكن في الآونة الأخيرة هذه يعني تقريبا العشر سنوات إذا ما قلنا الخمسة عشر، نعم، وانت جاي لسنة 2018 بدأت تغل النباتات البرية بشكل صح كبير. صح. فأول شيء أنه زحف الرمال على الطرق، وهذا شيء يكلف على الدولة. متى ما كانت النباتات البرية موجودة في البر مثل ما كانت قبل، فهذا شيء يساعد على أن ما تزحف الرمال على الطرق. صح. ولا تمسك الأرض، تمسك الأرض. نعم. والعشب ينبت، وحتى الناس سبحان الله راحوا البر يستانسون. صح. تستانس بالنظر، تستانس حتى بالشمس، تستانس لأن احنا صراحة يعني تستظل فيها، يعني حتى كبار السن. نعم. إذا شافوا النباتات البرية اللي فاقدينها الحين. نعم. لهم فاقدينها من زمان ما شافوها، لا شافوها في البر يستانسون، والله انهم يستانسون. يقول لك الرمث ماكو، انقطع الرمث والعرفج. آه. يعني مثلا حتى يعني. نعم. مناطق في الكويت. نعم. تسمت على نباتات بريه. نعم. الرميثيه تسمت على الرميثيه بناء على الرمث اللي فيها. نعم. عريفجان بناء على العرفج اللي فيها، وهذه يعني غير النباتات الثانيه اللي كانت منتشره في دوله الكويت. ولكن للاسف في الفتره الاخيره ما عاد نشوفها الا بالاماكن المحميه. ابو بداح، انا من فتره استقبلت مجموعه من الشباب، ويعني مثلهم شخص فريق البيئه الكويتيه، قاعد يقول لي هذه حقيقه، يقول لنا الكويت يفترض انها بتكون خضراء وتكون جميله، لكن مثل ما ذكرت بان يعني كثره الدوس على التربه وعدم حمايتها والتلوث البيئه هو اللي خلاها كذي. يقول اذا لاحظت بان المحميه تشوفها تنبت. نعم صحيح. لا شك هذا بالنسبه للمحميات. الحين في اماكن لو تشبكها بس مجرد. نعم. تشبيك يعني بس ما تعترف فيها، بس تشبكها بس تشبيك. نعم. يعني ترد فيها النباتات البريه. سبحان الله. طبعا اول سنه تكون اقل، السنه اللي بعدها تكثر. ليش؟ لان الارض النباتات البريه تنبت وبعدين تطلع بذور. نعم. الفترات اللي مضت هذه النباتات البريه ما عاد تلحق تنثر البذور اصلا. نعم. مع الرياح ما عاد فيها بذور. ليش؟ لان ما يخلونها تكبر. اي والله يا دوس يعني. نعم. لين يجي وقت الربيع للاسف. قبل في السنين اللي قبل كان موجود الخضار في البر، راح الواحد البر يستانس. نعم. كانوا يخيمون الناس في العطله، عطله الربيع يعني. نعم. معروف عطله الربيع يخيمون الناس، عطله 15 يخيمون في البر يستانس. الحين يطيح المطر. نعم. يعني سنين يجينا فيها وسم وتطيح. نعم. الامطار ولكن ما ينبت عشب. نعم. يعني انا مستغرب انه هذا ما حد سوى له دراسه يعني مثلا يشوف ليش ما ينبت العشب. هذه شغله معروفه وسهله جدا، وهي سبب ان الارض ما عاد فيها بذور اصلا. نعم. اساسا وكله بسبب تدخل الانسان. يعني احنا ما نلوم البلديه وقت المخيمات لم يحددوا لنا اماكن ويحددوا لنا مده وغرامات عشان كذي، عشان بيئه الكويت ممكن تكون خضراء وصحراءنا جميله. نعم. وابو بداح، وانت قاعد تروح يعني تروح الصحراء اماكن معينه يعني ومناطق معينه وتبدي تزرع فيها، هذا اللي قاعد تسوي؟ نعم، انا رحت الاماكن هذه. نعم. قبل هسه الحين في الوقت الحالي. نعم. ما اقدر اروح ازرع في اماكن. نعم. فيها رعي مثلا. فانت تروح اماكن وين؟ بعيده شمال ولا جنوب يعني ولا وين؟ شوف، هو الهدف انه اول شيء انشاء جيل يهتم في النباتات البريه. نعم. لان نبي يكمل المسيره بعدنا، زين، هذا لنا ولديرتنا. نعم. هذه واحده. الشيء الثاني الاجيال الموجوده الحين، الشباب الموجوده الحين الحمد لله انتشرت الثقافه. نعم. ثقافه المحافظه على البيئه بشكل عام. نبيها فعليه مو بس معلومات يعني. لا 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 لا، في. نعم. يعني عمل وفي هذا، لكن فيه لابد ان في يعني قصور من عده جهات، ولكن هم بنفس الشيء ودهم يساعدون، ولكن ما توافقوا كلهم على شغله واحده على اساس انهم يمشون سيده على موضوع بيئي بحت يخدم الكويت كله ويخدم بيئته، لان هذا الشيء على الاقل خلي عيالنا مستقبلا يشوفون البر زين، ويقولون ابائنا قبل هم اللي وعونا، هم اللي خلوا القاع تنبت فيها نباتات بريه وهذا. لكن بالوضع الحالي اللي صاير الحين يعني الأمانة يحتاج جهد كبير وتدخل يعني جهات المسؤولة مع بعض،
تعاون على اساس انه نقدر نسوي شيء. ابو بدر حاليا انت الحين وين قاعد تسوي عمليه الاستزراع في الصحراء في مناطق معينه؟ والله شوف انا الود ودي اني اسوي البر كله. نعم. للامانه لاني شخص هاوي اول شيء، انا وغيري من الناس كلهم واشهد الله حتى والله كبار السن ان بعضهم يجي وانه يتالم لما يشوف الشجره يقول تذكره في السنوات السابقه. اي والله اي والله يحزن. احنا اللي ودنا نسوي في ديرتنا كلها. انتوا فريق ابو بداح يعني عندك عدد من الشباب؟ ما هو يعني فريق، لكن يعني عبر حساباتي يعني في برنامج التواصل الاجتماعي احاول انشر الثقافه هذه، والحمد لله رب العالمين يعني انتشرت، والحمد لله في ناس بعد غيري قاموا يهتمون وقاموا ينشرون الثقافات. احنا ودنا نزرع الكويت كلها. لا وانت اللي قاعد تسوي بعد يعطيك العافيه، يعني هو تطوع وتوعي الناس. ما نطيب هذا عمل لازم نسويه لديرتنا، لو نسوي لها ما نسوي ما نقدر. خير قاعد تزرع يعني بالارض، هذا خير. هذا 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 اهم شيء. وشون طريقه التفاعل معك وشنو الانشطه اللي تسويها؟ الحمد لله رب التفاعل طيب جدا الامانه. خلال سنوات قدرت اني اوصل فكره جديده وهي فكره استزراع النباتات البريه، مع البعض كان يحسب انها يعني صعبه، ولكنها شغله سهله جدا. ما هي صعبه ولا تحتاج، الميزه فيها انها ما تحتاج ماي، يعني الماي ما تحتاج، تكلفه ماي ما تحتاج، يعني بعض النباتات البريه والله اني ازرعها بدون ماي، يعني مجرد على المطر بس، وهي نباتات معمره فما يحتاج لها ماي، يعني تكلفه ما في تكلفه، يعني بس تحتاج السالفه بذور. في محميات بالدوله موجوده الان فيها مليارات من البذور ما يستقل، ما تستقل هذه، هذه المفروض تؤخذ. قاعد تعاون معهم؟ في بينك وبين التعاون؟ ما في اي تعاون للاسف، يعني الامانه انا ودي ان الشيء هذا البذور هاي تجمع الكميات كبيره. زين ليش ما تسعى لهم؟ يعني انت الحين اسمك ناشط بيئي، عملك تطوعي، فاذا توجهت الى هذه الجهات راح تساعدك يعني. متى ما لقيت اليد اللي تمد لي وتقول لي تبي لها واحد يعمل انا وغيري ابشر بسعده. اما يعني اني انا جهد فردي مثلا ما اقدر. من وين قاعد تجيب البذور والشتلات؟ اجيب انا اروح اجيبها وموجوده في الكويت. نعم. اروح اماكن يعني ممنوعه من الرعي، اماكن قريبه عند الشاليهات، اماكن بعض المحميات. نعم. يعني احاول ادخلها واجمع البذور لكثارها، لان بعضها راح ما عاد موجود في الكويت اصلا. وناس يعني كثير يسالون عن النبته هذه، يقول النبته الفلانيه ما عاد شفناها كبار السن، فنحاول نرجعها على اساس انها ما تنقرض مره واحده. نبيها ترجع ونبي البر يرجع نفس قبل، والربيع والعشب البر يطيح المطر ولا نشوف ارض خضراء، ما نشوف الا اثار المخيمات الحين موجوده للاسف. طبعا احنا البلديه ترى شادين حيلهم بالمخالفات والغرامات وهذه كلها عمليات يعني تاديبيه على اساس بان الواحد يصير عنده وعي والمحافظه على البيئه. نعم هذا هم اول محطه القانون هذا. نعم. وحنا بالعكس وانت معاه يعني مؤيد القانون. نعم بكل مؤيد تفاصيله. واكثر الناس مؤيدين، يشهد الله ان الناس اكثرهم مؤيدين القرارات. لكن مع الاسف ما كل الناس يرخصون. احنا الحين نبي حتى يعني ببداح المناطق الحين اللي قاعد تزرع فيها ان نحافظ عليها، فهل قاعد تتم متابعه منك الى هذه المناطق او يعني فريق معك؟ شوف بالنسبه انا عندي حاليا. نعم. يعني مكان مخصص صغير قاعد ازرع فيه، بدل ان يعني ابزرع برا يجيه مثل رعي او دوس. نعم. سيارات وهذا، فحطيت لي مكان مخصص صغير ازرع فيه وانتج منه البذور واوزع للناس. يعني حفظ الله عز وجل قدرت اني اوزع ما يقارب 150 الى 200 الف شتله من سنه 2013 الى اليوم، وغير البذور اللي وزعتها. نعم. ولما يعني توزع الشتلات والبذور هذه يزرعونها، تقول لهم انها لازم تزرعونها بالصحراء. نعم ولا نعم قاعد يزرعون ويدزوا لي صورها. ممتاز. والله اني استانس لما يدزوا لي صورها واشوفها، ان بس عندي الاجر اني كسبت فيها اجر، هذا اهم شيء عندي في الدنيا كلها. لا ممتاز. ابن ادم له قاعد يعني على طول عايش. نعم. لابد انه يزرع لها خير في ديرته. أكيد أكيد. وديرته والله مهما يسوي لها، احنا ديرتنا مهما نسوي لها والله ما نلحق الززاعه. أيوة. ونحتاج منه وتحتاج منه وتحتاج منه، احنا عيالها ودنا نشتغل، والله العظيم نتعب وعرقنا لما نشتغل، احنا نستانس ونفرح في ديرتنا. لكن لا لقينا ليد اللي تمد لنا وتقول له تعال واشتغل، يبشر لها يبشر لها بناس تشتغل. احنا حاضرين. منو من الجهات اللي يعني ساعدتك ومدت ايدها لك؟ اخوي محمد شوف بالنسبه للامانه انا يعني اشوف ان البر حاليا موجود يعني فيه شيء للامانه يعني تعورني عيوني لما اشوفه. انقاذ المخلفات للحين موجود، المخيمات عفوا. نعم. للحين موجوده. زين البلديه الله يجزاهم خير وقالوا بنرخص ورخصوا، في ناس رخصوا ما ننكر ان في ناس محافظين
يعني في ناس محافظين لكن في ناس ثانيين للامانه ما هم محافظين. ويقول لك يبا انتم خذيتوا منا التامين، احنا ما نبي التامين، خلوا التامين لكم وبنخلي شغلنا ونمشي. هو ليش يعني ما يكون من داخله حس تفكير وطني؟ انزين حس نظافه، النظافه من الايمان. أيوه. ديننا رسول عليه الصلاه والسلام وصانا على الشيء يعني. نعم. يعني هذه من عادات المسلم انه يكون قدوه. وهذا الحب لما تقول احب ديرتي واحب الكويت يعني ما اقل بالكلام. عمل انك تسويه انك تنظف هذه التربه، ولا ترضى اصلا تسويها ببيتك شيء. شلون ترضى انك تسويها بثرى وطنك الغالي عندك تحبه؟ احنا نبي فعل. فلازم ان لازم ان هذه توعيه، فالتوعيه قاعد تشتغل الحين. وطبعا قانون قبل مشكلة سنه 2012 13 تطبق القانون هذا، ولكن الناس كل ما قاعد تفاعلون، لكن اكثر الاكثريه ما يرخصون، والامانه ما في تفتيش. نعم. هيئه الزراعه ما قاعد والثروه السمكيه ما قاعد يتعاونون معاكم مثل الهيئات هذه، وايضا البيئه؟ هيئه البيئه ابد ما حد. ورحت لهم قلت لهم انا عندي كذي مشروع تطوعي؟ والله ما احنا نبي نعمل، وحنا نبي نشتغل في ديرتنا. عفية عليك. ونحب والله نشتغل، ان جاء اللي بيجينا مرحبا ومسهلا، هذه وحده. وحنا والله من قلوبنا نتكلم، ما احنا نتصنع الكلام، احنا نحب ديرتنا ونودنا نشتغل. لقيت احد يقول تعال في عندنا خطط، انا طرحت لي خطه للامانه ما حد يعني لقى لها بال. خطه تكلف على الدوله 1000 دينار، انا يعني 1000 دينار وتوفر على الدوله ملايين الدنانير. نعم. وقاعد نشوف، لا يعني ابو بدحم انا اشاركك بعد، قاعد نشوف في من شباب الكويت وايضا قابلناهم هني في برنامجنا عندهم محميات هم مسوينها، ومسكر وابو عمر العجمي وغيره ما شاء الله من الشباب مضبط. فهل في تعاون بينك وبينهم؟ تعرفون بعضكم؟ اخوي ابو عمر الله يجزاه خير ويذكره بالخير، واحد الشباب اللي ما شاء الله عليهم. ما في، شوف ما في تعاون انه يعني كمعرفه وهذا، لكن كل له اختصاص مثلا. وليش لما يعني القوه سبحان الله، واحد اذا اتحد هنا تصير في قوه، فليش ما اذا اتحدتوا كلكم مع بعض، اذا رحتوا اي جهه حكوميه ممكن التعاون معاكم تصير عندكم قوه. ممكن اخوي محمد، بس ممكن الاراء تختلف للامانه يعني، ممكن ما هو بكل واحد على الشيء اللي انت بيه. ممكن مثلا هذا له خط على زراعه معينه، ممكن هذا على تخصص بيئه. انا بالنسبه لي اتكلم كتخصص بيئه بريه وبيئه بشكل عام، لكن البيئه البريه عندي نعم كابن البر انا اقول لك. وببدا انت ذكرت بان عندك مشروع ما يكلف ممكن 1000 دينار ووفر على الدوله الكثير من الاموال. نعم. شنو هو؟ مشروع اللي هو على طريق مصفق، يعني طريق مصفق من للوفرة. نعم. امتداده 30 كيلو. طبعا باتجاه الشمال الخط هذا خط مصفق فيه بايبات نفط ممتده. أيه. من الوفرة الى ميناء الزور. صح. مساحه اللي بينهم تقريبا 200 متر. هي اصلا محميه طبيعيه. فيها معبر واحد وبعد 8 كيلو معبر اثنين وبعد 8 كيلو معبر ثلاثه. المنطقه هذه لو تشبك ال 200 متر هذه وتشبك ال 200 متر اللي على كل معبر صار المنطقه هاي 30 كيلو محميه. انا اشوفها، انا مختص اشوف ان نبات التنده ينبت فيها بكثره. نعم. لكن مع الاسف الفتحه هذه اللي عند المعبر يدخل الحلال في المكان. يعني انت لو تشبك المنطقه هذه بس. نعم. كم بيكلف؟ 200 متر و200 متر و200 متر، والله ما يكلف 1000 دينار. نعم. ويمكن مو سالفه تكلفه اموال، لكن يمكن تكون منطقه يعني لشركه البترول، يعني تختص الامور البتروليه والتنقيب. انا اتوقع ان شركه البترول يعني بالعكس ما عندها اي. هل توجه لهم ابو بدع؟ ما لقيت احد يعني ما ادري ما كانوا يتعاونون. اتوقع اكثر مؤسسه او شركه تعاون هي شركه والله تعاونوا. انا انا بس تبي شيء واحد. هم عندهم انشطه كثيره بعد. ان قدمنا شيء، احنا قدرنا نقدم شيء. اللي بيدينا يسوون هذا يمنع. انا ليش؟ لاني انا اروح في الصيف. نعم. شهر 7 الظهر ما شاء الله عليك. انا اعلمك انا اروح ما عندي مشكله. يروح الوقت شهر 7 انا اول شيء خط يعني الوفره ممكن تقول، لكن انا عن نفسي اتكلم انا رايي حلال. نعم. هذه وحده من يعني وانا صغير ربيت على الحلال. ما شاء الله. على الجنه وموت المسلمين الله يرحمه وصانا على يعني الاشياء هذه، ان نحافظ على مثلا الرمث لا تقطعونه. يعني قبل احنا صغار تحطب لا تقطعه هو يابس. نعم. يعني لا تقطعه هو خضر يابس. يعني قاعد يعلمونا شغلات هذه يعني رسخت فينا الى ان كبرنا وحبنا الشيء هذا عندنا الحلال، لكنا محافظين. يعني وهذا اللي خلينا نروح لنا. طبعا انا بري يعني. نعم. ما شاء الله. يعني صيف شتاء وببدا حتى بالبر الحمد لله رب على طول مرتاح مستانس والله. يعني كاني في ناس يروحون الفنادق ويروحون. نعم. هذا مستانسين يسافرون برا. انا هذه راحتي. زي بروحك ولا احد وياك
بداح وياك الله يحفظه ولا؟ ان شاء الله بداح يروح معي لازم ان شاء الله لازم صيف ولا شتاء يروحون مع ابوانهم احنا حالنا حال ابوانا يربونا على احنا صغار نروح معهم أيوه. يعلمونا العلم الزينه على خدمه أيوه الوطن الله. على الشيء هذه الوطنيه ابو بداح احنا نقول الوطنيه الوطنيه هذه الوطنيه وانت نموذج تعلمك انا قاعد انشي حتى انا الحمد لله رب العالمين قدمت محاضرات في عده مدارس ممتاز فتنشد والله انهم يعني كانوا يجون يستغربون ومعطيهم بذور اقول هاي تزرعون يقول تنبت اقول له تنبت هذا عرف اجل فقاموا يتعلمون الاطفال الصغار ووزاره التربيه عليها دور كبير للامانه عليها دور كبير في المواضيع هذه واحنا نبيك ابو بداح في الاستمرار هذا والتفاعل هذا وان شاء الله يا رب يعني الكل ايضا يكون متفاعل معك اذا عندك كلمه اخيره باذن الله كلمه اخيره عسى الله ان شاء الله يحفظ ديرتنا ويحفظنا صاحب السمو امير البلاد ولي عهد الامين وإن شاء الله يمن علينا في أوطاننا وجرب إن شاء الله يرزقنا في المطر والخير وإن شاء الله يسخر لنا اللي إن شاء الله يخلي ديرة برنا على الأقل يرجع نفس قبل يعني ويهتمون فيه آمين يا رب العمل قاعد تسوي وطني وهذه الوطنية لما نسولف عن الوطنية هذه وطنية فعل وليست كلمات شاكر لك جدا وجودك معنا كل الشكر للأخ ناصر الهاجري وهو ناشط بي وشفتوا مشروعه وفعلا يا جماعة خلونا نحرص على صحراء الكويت لأن هي المنبع الأصلي لنا